السلام عليكم خوتي خواتاتي مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوق نشكر جميع الناس كامل كامل اللي تساندوني اللي بعثوا لي ميساج تاعهم اللي عاونوني مورالمون اللي يعني يعطيكم الصحه كامل التعليقات تاعكم يعني والله العظيم غير شرف ليا اني نقراهم وشرف ليا ان كنت يا ولا انت يا اختي ولا انت يا خويا راك منضم وراك ابوني في لاشين تاعي انا نعتبره هذا شرف كبير كيشوف خوتي يعني يدعموني هكاك مورال مورالمو يعني ما يسحق التدعيم لا ما يسحقش تدعيم واحد اخر غير دعاوي الخير والدعم المعنوي بعد بعد الفيديو اللي طلقتو تاع كيما كانوا حاولوا ي... يديروا لي ام بياج باش يدوا لي لاشين تاع تاع اليوتيوب على كل حال حسبنا الله ونعم الوكيل هذه اليوم الجمعه ندخلوا ديريكتو من الموضوع الموضوع تاع اليوم راح نسين نقصر فيه نرجعوا صغير بزاف جوست باش نعطيكم لي زانفورماسيون بريسيز وخلاص اللي هو اسكو مليحه تدفع الفيزا دوكا اكطويالمون يعني بور لا فان داني ولا لا لا علاش هذا السؤال باسكو الناس بزاف راهم حابين يدفعوا يقول لك فان داني آه ريفيون يعني اون لاين شونس باش يمدونا الفيزا كاين واحد اخر ما على بالهمش يسقسوا بلا نعطيكم المعلومات ما يعني معلومه مؤكده اللي هي الكوطه تاع فينضاني ماشي كيما الكوطه تاع الصيف يعني الصيف عندها قعد الدول قعد الدول الاوروبيه في الصيف يديليفريو احسن يعني الكوطه تكون العدد كبير تاع الفيزات اللي يمدوهم على جال السياحه فينضاني سي نورمال عندهم ان كوطه تاع فينضاني وخاصه وما يخدموا خدمه تاع الكوطه يعني شحال يسربو في العام للبلد فلاني زعما الجزائر ولا المغرب ولا مثلا يعني يمدو ألف أه تاشيره في العام ما يقدروش يديبازيوها ولكن تكون من جونفي حتى لديسمبر على بالهم جونفي شحال يمدو فيفري شحال يمدوا في الصيف لا بيريوت تاع الصيف يمدوا في فيها بزاف اي ان يعني سي دو سويت العوطه لكستيرا. وفين داني الريفيون عندهم ان كوطا اللي راح يمدوها وشنو هذه الكوطا هي كوطا محدوده يعني اني با اوفر والحاجه الثانيه شكون راح يستفاد من هذه ما راحش يستفادوا الناس كامل من هاد الكوطا على بها ردوا بالكم واش راح نقول أه بريمو نبداو يعني آه علاش ينقصوا في الفيزا تاع فنداري ما نحضروش ما نقولكش ينقصوا ونسكت نعطيكم المعلومات على شي ينقصوا على جال لا سيكوريتي تاع البلدان شينغن كامل بلدان شينغن في لي فات هذوما لي فات ريفيون نوال هذوما يزيدوا لا سيكوريتي يردوا بالهم من المشاكل الامنيه ما كان ندخلو في الديتاي كو فاهمين يدخل... يردوا بالهم يخافوا كاش مشكل امني يصرى الو تزيد لا سيكوريتي في هذيك لا بيريود او ميم طون ينقصوا من الفيزات تاع الاجانب اللي يدخلوا وشنو سافو با دير ينقصو يحبسوها سافو دير رايحين ليميتيوها لبعض الاشخاص اللي يدوها شكون هما هاد الفئات ماشي بعض الاشخاص بعض الفئات شكون هما هاد الفئات اللي يقدر يدفع وعنده حظوظ كبيره انه يرفد فيزا هما مثلا اللي كان عنده فيزات عده فيزات ثلاثه اربعه خمس فيزات من قبل ولا فيزا سيركولاسيون ولا هادو عندهم في اللي عندهم حظوظ انه ياخذ فيزا تاع فنلاني الثاني لبعض الأعمال مثل زعما أفوكا ميديسان لي جيغيست هادو اللي عندهم يعني بعض الأعمال واحد يخدم خدمة مليحة ديريكتور مسؤول كبير في شركة إكسيتيرا هادو ما عندهم الحظوظ تا تاني الفيزا بالنسبة للتجار اللي عندهم شيفر الضافر كبير يعني ماشي ان بوتي كوميرسون ماشي واحد عنده بيرو طابا ولا وما يحوشوا اللي عنده ان شيفر ضافر كبير اللي عنده تاجر كبير معروف وما يكون اول طالب له. ويكون عنده سيفان نتاعو كبير وشيفر ضافر كبير ويعني تاجر كبير هذا عنده حدود انه يرفض الفيزا زيدوا ثاني لي زون دافار ولي فان ضافر هادو ما عندهم حدود ياخذوا الفيزا اما الباقيه ما ننصحش خاوتي تدفعوا يعني خاصه اذا كانت اول طالب ليك ما ننصحكش انك ترفض تدفع سورتو سورتو هذا العام 2019 ماشي كما العوام اللي فاتوا علاش لا, لا سيتوياسيون بوليتيك تاع الجزائر راهي هكا حاله ما يشكر الثاني ما ندخلوش في الديطا في السياسه خاطيني السياسه ولكن هما يشوفوا في الناحيه السياسيه ما رايش مليحه يخافوا الناس تدخل وتحرق الوغ ينقصوا بزاف الكوطا وينقصوا يولي تريتي لي دوسي كاباركا وميمدوش يعني ينقصوا بزاف هذاك باش تاخذ فيزا كاول طالب وانت الخدمه تاعك ضعيفه ولا الصالير تاعك ضعيف ولا البوست تاعك ضعيف ولا تاجر صغير ولا طالب ولا ادي كونسي رانا شفنا باللي واش داروا البلدان تاع شمال اوروبا كيما نقصوا بزاف الفيزا على الجزائر كاين اللي نحوا فيزا سياحيه على الجزائر خلاو غير فيزا فاميليال يعني هذا مشكل كبير رانا نشوفوا هادو كامل عندهم عندهم علاقه كاريمون مع لا سيتوياسيون بوليتيك تاع الجزائر الوغ النصيحة اللي نعطيها لكم وهذه نصيحة خواتي اللي آه، عنده خدمة مليحة بزاف اللي عنده بوست شباب بزاف اللي عنده تجارة مليحة بزاف ما يعني اللي ذكرتهم لكم يقدر يدفع وعنده حظوظ انه ياخذ الفيزا اللي ما عندوش هذه الامور من الاحسن يزيد يصبر يدفع دوكا في في رانا آه في اواخر نوفمبر يعني يدفع في ديسمبر ننصحوا يصبر حتى جونفي ولا فيفري يكونوا تحلوا الامور شوية تكون تسقمت شوية لا سيتوياسيون بوليتيك ان شاء الله يستر ربي بلادنا ويحفظنا ويحفظها ويسلمها تماك يكونوا عندها عواقب واحده اخرى ان شاء الله تكون ايجابيه تكون ايطاليا ان شاء الله بدات في لابليكاسيون تاع الحمد لله تاع ما قالت باللي راح نساعدوا في التاشيره نقشه في التاشيره بلوتون بلوتو يعني في لا تاع لي فيزا يولي احسن من اللي كان يعني لابليكاسيون تاع واش قال مسؤول اتصال ديك النهار الايطالي يعني راح تبدا ان شاء الله لابليكاسيون تاعها ابارتي دي جونفي، يعني تما كيكونوا كامل عندكم بلوس دو شونس، مازال نزيد ندير لكم الى قدرت ما على باليش خاوتي الى قدرت بربي العشية ان شاء الله العشية ولا غدوة ان شاء الله، ندير لكم فيديو مهم بزاف راح يخص واحد الشريحة تاع لي ان شاء الله مانيش ناسيكم الطلبة مانيش ناسيكم راني ناس حتى واحد وشرو كاين شوية لا شرج عليا في الخدمة اكسترا ما قدرتش ندير بزاف لي فيديو خاوتي. لحقنا الله الفيديو ما كاش طويل ان شاء الله يكون استفدتوا منه ان شاء الله يكون امو مفيد ديالو كان شويه مفيد لكم لاول خطره يشوف لاشين تاعي دير ابوني جام كومنتر كومونتير وجام هذيك طلع لي المورال انايا وابوني هو شرف لي انه راح تنضم تاع عائله رائد فلوغ نحبكم كامل ونموت عليكم راكم في القلب خاوتي تشاو راكاتسي <applause>